السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال، يا رب تكونوا متابعين معانا الفيديوهات. إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من Layer 2 VPN Protocols. اتعلمنا الفيديو اللي فات ازاي نعمل VPN بس بناء على Layer 2. طبعا كل الكورس كان بيتكلم عن Layer 3 VPN، انما اتكلمنا partially عن Layer 2 VPN Solutions. عرفنا ايه هي الاجزاء اللي ممكن نتكلم عنها زي ال Virtual Private Wire Service وال VPLS وال OMPLS and so on. هنتكلم النهاردة عن الجزء اللي انت ما انتش فاكره اكيد، يعني لكن لو بتذاكر هتبقى فاكر ان ده سامري عن ال Purpose بتاعنا، ان احنا عايزين نعمل Layer 2 from Site A to Site B، بحيث ان يكون كل المكان ده كله Transparent، بحيث ان اقدر ابنج من الانترفيس ده للانترفيس دوت as a point to point connection. Layer 2 طبعا هو ال ISP اللي هيوفر لي حاجة زي كده، وانا هبني فوقيها Layer 3. كنا عرفنا ان احنا عشان نعمل حاجة زي كده عندي طريقتين، Virtual Private Wire Service و VPLS. اتفقنا ان الاثنين دول كانوا هما Layer 2 VPN Solution، بس ال VPWS هي خاصة بال Point to Point Solutions، انما ال VPLS هي Multi Point to Broadcast Layer 2 Solution. وكان بناء على الموديل اللي قدامنا طبعا كان في VPLS VWS. كنا اتفقنا طبعا عن قصة ال VPLS دي Advanced Technology، مش عندنا، مش هنتكلم عنها خالص. وكان ممكن نخصص لها فيديو عنها ونشرحها ونقول الكونسبت بتاعها، بس ده من from CCMP و CCIE Service Provider Perspective، مش هيبقى Routing Switching خالص. بالنسبة لجزء الواير سيرفيس، كنا عرفنا ان في حاجة اسمها Any Transport Over MPLS، وفرقنا ما بين Like to Like Service وال Any to Any Service، مش عايزين نعيد الكلام مرة تانية. كان بقينا طريقة تانية اسمها Layer 2 Tunneling Protocol Version 3. لو تفتكر لما كنا قلنا differences ما بين ال Any Transport و ال Layer 2، دي ال Any Transport كانت بتستخدم MPLS، يعني كان بيبقى الباكبول اللي بعدي عليها او اللي بتوفر Layer 2 circuit بالنسبة لي، او ما نسميها بالسودو واير، كانت MPLS باكبول. انما ال Layer 2 Tunneling Protocol كانت Pure IP باكبول، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. هنعرف الموضوع بيتم ازاي عشان نعمل Layer 2 Tunneling Protocol. طبعا هي Version 3، هي basically كانت Version 2 with enhancing بقت Version 3. مش هنتكلم عن History Layer 2 Tunneling Protocol، لكن طبعا في documentation ممكن توفر حاجة زي كده. وبرضو في نفس الوقت مش هنتكلم في الديتيلز القوية قوي والتوضيحات لكل تفصيلة والفريم عامل ازاي وازاي بنعمل الكلام ده، انما احنا هنتكلم from configuration perspective اكتر ما نكون عن details. عايزين نعرف ان ال layer 2 tunneling protocol بتشتغل في المودز الرو مود. ده كان نظام قديم قبل الايثرنت، ايثرنت فريم ريلاي ATM، دي التكنولوجيز اللي بيسبورتها از layer 2 يعني عشان نعمل سيركت. زي ما شايفين الدايجرام اللي قدامنا هي بتوضح كل حاجة. دي طبعا كلها IP backbone، pure IP backbone. ماليش دعوة باللي موجود هنا. اوكي، هو في connectivity from provider edge 1 to provider edge 2 بأي IGP هنا، even هو كان بـ EGP، مش هتفرق، كان طبعا في most cases بيبقى IGP. لازم عشان اعمل tunnel، التانل بتاعتي هتبقى من اول فين لحد فين. التانل بتاعتي لو قامت من حد هنا ما تنفعش. التانل بتاعتي لازم تاخد معايا الانترفيس ده الانبوت بتاعتها او الانجريس، والانجريس هيكون الانترفيس اللي بيفيس الكاستمر سايد، بحيث ان اللي في النص ده كله اصلا مش فاهم انا ببعت الديتا ازاي، اوكي، ولا فاهم اصلا هي جواها ايه. طب عمليه الانكابسوليشن ديت وعمليه الترانسبيرنسي ازاي هخفي الكلام ده؟ انا بخفي الكلام ده جوه الاي بي هيدر عادي، يعني الاي بي هيدر اللي ببعته انا بخبي جواه اللاير 2 انفورميشن الخاصه بالكاستمر. وفي عندي حاجه اسمها الكوكي والكي والفريم، قصص طويلة. احنا مش يعني ما I don't think ان احنا هنجيب حاجة زي كده، لان التفاصيل بتاعت Layer 2 Tunneling Protocol كتيرة.
تفاصيل بس، لكن ككونفيجريشن الموضوع بريتي سمبل. فاحنا عايزين نعرف ان اللاير 2 تاننج بروتوكول مبدئيا هي ما عادتش مستخدمه كتير، دي اول نقطه، لذلك هم بيعملوا عليها باي باسنج كده جاست اوفر فيو. اي ثينك ان هي في السي سي اي فيرجن 5 هتبقى لايت اكتر من كده، ما كانتش اتشالت اساسا. اي ثينك ان هي اتشالت، مش متاكد من معلومه زي كده، لكن هاويفر مش الموضوع مش مهم للدرجه. الفكره كلها ان لازم تقوم تانل، ركز معايا، تقوم تانل الفكره نفسها. انا بتكلم في فكره اللاير 2 تانلنج بروتوكول فيرجن 3. هتقوم تانل من البي اي ده للبي اي الثاني، خلاص. ولما تقوم تانل اصبح هما الاثنين دايركتد نيبرز، يعني تقول في نيبرشيب او في ادجيسنسي ما بينهم. وطبعا فاكرين كان حاجه اسمها اتاتشد سيركت او فيرجوال سيركت اي دي. انا بقول برضو ان الانترفيس ده يبقى نفس قصه السودو واير، هي شبيهه جدا بالاي تي ام over او اللي هو سوري any transport over MPLS. ان انا بقى اسوشيت الفيرجوال سيركت اي دي بالاكس كونكت كونفيجريشن، وبتقوم سيشن ما بين البي اي والبي اي، وفيها بيكسشينجوا الفيرجوال سيركت اي دي، ولازم يكون الفيرجوال سيركت اي دي بتاعي يكون ماتشد. بس كده في عندي بقى بعض الكونسيرن زي الام تي يو. احنا طبعا عارفين ان طالما ان انا يعني هبيلد الكلام ده اوفر اي بي هيدر، فالهيدر هيبقى اكبر من المعتاد. واحنا عارفين الام تي يو في الباث كله الديفولت بتاعها 1500، فبالتالي انت طبعا في هيدرز هتزيد وفي فيلدز هتزيد في جوه الهيدرز، الكلام ده هيزود مساحه، فمعنى ذلك ان هي هيحصل في النص هنا فريجمنتيشن. وفي بعض الابلكيشنز مش بتريكومند او مش بتحبذ، وفي بعض الابلكيشنز ما بتقبلش نهائيا جزء الفريجمنتيشن، فانت لازم تعلي الام تي يو along the path. فعشان تعلي الام تي يو لازم تكون عارف السايز بتاعها، فخلي الام تي يو big enough. تقدر تستخدم تكنولوجي زي الباث ام تي يو، تقدر تنفورس الكاستمر انه يستخدم تي سي بي ادجاست ماكسيم سيجمنت سايز، ديت اللي هو بيشوف الماكس سيجمنت سايز، يعني بيبعت ريكويست ويبدا يشوف الماكسيم سيجمنت سايز اللي يقدر يبعت بيها يخرج بيها من عنده، بحيث ان ما يحصلش فريجمنتيشن في النص. وتقدر تسيت عليها او جوه التانل، طبعا انا بقول الكلام ده بيعمل على الكونفجريشن تانل. اقدر اسيت حاجه اسمها سيكونسنج، لو حصل فريجمنتيشن لازم احافظ على الترتيب والاوردرنج للباكتس بتاعت، سبيشالي لو كان الابلكيشن مهتم بحاجه زي كده او بيبقى بيحصل كوربشن للديتا. لو حصل مس اوردرد فريمز وصلت على الديستنيشن ما قدرش يعمل لها اوردر مره ثانيه بنفس الترتيب بتاعها، فبانيبل سيكونسنج في التانل بتاعتي. لو حصل فريجمنتيشن، لو حصل لاي سبب من الاسباب، اقدر اقول ان في النص هنا حد هيعمل لي فريجمنتيشن، وليكن كان الراوتر ده او الراوتر ده، اقدر اطلع الباكيت بتاعتي بكونفيجريشن على الراوتر ده ب دونت فريجمنت بت. طبعا سمعنا عنها في البينج انك تطلع الباكيت بتاعتك عليها البت دي، بحيث ان لو حد جه يعمل لها فريجمنتيشن لا يعملها ديسكارد اصلا من الاساس، مقابل ان هي ما يتعملهاش فريجمنتيشن، لان كان من الافضل من وجهه نظر الابلكيشن اللي بيترانزميت الداتا ان ما يحصلش فريجمنتيشن، وبالتالي يبقى الديسكارد او الدروب هو افضل من ان هي توصل فريجمنت. دي كلها اوبشنز بتعملها سيت اثناء ما انا بعمل التانل. في بعض البري ريكويزيتس لازم تكون قامت او موجوده الاول على ال 2 بي اي راوترز عشان انيبل اللاير 2 تانلنج بروتوكول فيرجن 3. لازم يكون الصيف انيبلد على الراوترز ديت، لازم يكون اللوب باك انترفيسز هنعمل بيها سورس وديستنيشن للتانل، يعني التانل اللي هتقوم من بي اي 1 لبي اي 2 هتكون تانل سورس لوب باك هنا، والديستنيشن بتاعتي هناك برضه هي اللوب باك انترفيس. وفاينل لازم تكون الفيرجوال سيركت اي دي ماتشد على الاثنين اند بوينت او الايجريس والانجريس بروفايدر ايج راوتر. بالنسبه للكونفيجريشن الموضوع سهل وبسيط، خلينا نشوف الموضوع هيمشي ازاي. هو شبيه جدا ب جزء ال any transport over MPLS، بالذات لو انت كنت عملت ATOM in advance، لان كان في حاجه اسمها سودو واير كلاس لو حد يفتكرها. انما احنا كنا لو تفتكر بكوماند اكس كونكت كنا بنحطه في الاخير انكابسوليشن على طول وMPLS، لا كنت ممكن لو عملت كويتش مارك تلاقي حاجه اسمها سودو واير كلاس. والسودو واير كلاس دي كانت بتشاور على زي ما قلنا كنا حاجه شبيهه بالروت ماب كده، بتحط تحتها اوبشنز او كونفيجريشن. فهنا لازم اكريت
كلاس الاول لير 2 تانلنج كلاس. الكلاس دي مش لازم اكريتها، انا يهمني جدا لازم هنا بري ريكويزيت او هي مانداتوري نوت اوبشنال ان انا اكريت سودو واير كلاس خلاص، انما اوبشنلي ان انا اكريت لير 2 تانلنج بروتوكول كلاس. دي خاصه بالسيشن اللي هتقوم ما بين ال 2 بي اي راوتر اللي هي التانل اللي هتقوم ما بين بي الانجريس بي اي والايجريس بي اي. ف يو كان انك تعملها انيبل ويو كان انك يعني دي جزئيه هنا اوبشنال وليست مانداتوري. يبقى ناخد المانداتوري كونفيجريشن، انا بكريت لوب باك انترفيس. لاحظ انا كريت انترفيس لوب باك وهو اداله هنا ديسكريبشن، دي طبعا اوبشنال وليست مانداتوري. هنا بقى الجزء ده مانداتوري برضو وهو ان انت بتكريت السودو واير كلاس. لاحظ انه في الجلوبال كونفيجريشن قال له سودو واير كلاس جواها الانكابسوليشن. لو انا كنت بشتغل اني ترانسبورت اوفر ام بي ال اس كان ممكن استبدل الجزئيه دي واحطها اي تي او ام او لو ام بي ال اس عامه. هنا بروتوكول بقول له ان البروتوكول اللي هشتغل بيه زي مثلا لير 2 تانلنج بروتوكول فيرجن 3. هنا الكومن ده هو اللي مهم جدا، ان انا بقول له اي بي لوكال انترفيس. ايه هو الانترفيس اللي هيؤخذ از سورس ادرس لما نعوز نعمل السودو واير بتاعتنا؟ ما في تانل هتقوم ما بين بي اي 1 وما بين بي اي 2. بالنسبه انا خلاص اوكي هنشيت تانل، التانل دي هتاخد سورس ادرس مين؟ بقول له اي بي لوكال انترفيس وبقول له الانترفيس الخاص بيها. ذاتس ات. تقدر تقول له اي بي بروتوكول لاير 2 تانلنج بروتوكول فيرجن 3. ده انا بعرفه البروتوكول احنا نعمل له تانلنج، ان احنا اللي هو اللي عايزين نقول عليه ايه اليوزر او اللي هو الكاستمر سايت على اليمين وعلى الشمال اللي هو موجود هنا هيترانزميت ايه ديتا نوع الانكابسوليشن. هو باي ديفولت اي بي، يعني يو كان انت تشيل الكوماند ده. في الاخير بتعمل بقى الاتاتشمنت سيركت تحت الانترفيس اللي زي مثلا ده كان 0 على 0. ببدا اقول له اكس كونكت وبقول له الراوتر اي دي بتاع الاجريس بوينت، الفيرجوال سيركت اي دي احنا دايما شغالين ب 100، والانكابسوليشن يو كان ان انت تافويد جزء الانكابسوليشن. لا مش زي الاني ترانسبورت اوفر ام بي ال اس، فانا بقول له الانكابسوليشن لاير 2 تانلنج بروتوكول فيرجن 3 وبقول له بعدها السودو واير كلاس وبشاور على السودو واير كلاس اللي انا عملتها. ليه في جزء الاني ترانسبورت اوفر ام بي ال اس كان يو كان انت لو شلت كلمه انكابسوليشن دي كده كنت تستخدم سودو واير كلاس على طول، انما هنا لازم استخدم الانكابسوليشن مع السودو واير كلاس لان في الانكابسوليشن بقول فيها معلومه. اوكي هتقولي طب انا قلتها في السودو واير كلاس عرفته الانكابسوليشن، اوكي ما دي المعلومه دي جت هنا. انما لو تلاحظ السودو واير كلاس لو رجعنا ورا هنا سوري السودو واير كلاس كان جواها مين؟ اي بي لوكال انترفيس، وده كان كوماند مهم جدا ان انا احدد بيه حاجه زي كده. اوكي يبقى دي كانت النقطه اللي كنا عايزين نشير عليها في الكونفيجريشن. زي ما قلنا كان في حاجه اسمها الكوكي والفاليو بتاعتها، والكوكي دي كانت 4 بايت يا اما اكتر، وكنت انت بتحدد السايز بتاعها. زي ما قلنا مش عايزين نخش في ديتيلز خاصه بال L2B لان اللي بيهتم بيها اكتر هو جزء السيرفيس بروفايد. I think ان هي pretty simple، مفيش كلام اكتر من كده نقوله فيها. لو جينا نعمل ليها لاب على الجي ان اس 3، خليني اوبس مش فاتح الجي ان اس 3، خليني ابوظ الفيديو وافتح الجي ان اس. انا عملت ران الجي ان اس 3، هنبدا نبني النتورك بتاعتنا. هنا نتورك زي بالظبط الاني ترانسبورت اوفر ام بي ال اس، دي نتورك 110 راوتر واحد انيبلد. شايف شايف النتورك دي كلها بغض النظر بقى ام بي ال اس او اي بي، مش هيفرق معانا النتورك دي. ويهمني راوتر 3 في النقطه اللي هنا، هبدا كونفيجر الراوتر ده في نفس الرينج كونف تي انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 نو اي بي ادرس، هنديله اي بي ادرس 110.0.0.11 بحيث انه يكون معاه في نفس السبنت نو شوت داون. واجي على الراوتر دوت اديه بس النو انترفيس على الراوتر 3 سوري على الانترفيس دوت هياخد نو اي بي ادرس اللي هو فاست ايثرنت 0 على 0 تي انترفيس فاست ايثرنت 0 على 0 نو اي بي ادرس نو شوت داون. وراوتر واحد برضو 0 على 1 هياخد نو اي بي ادرس انترفيس فاست ايثرنت 0 على 1 نو اي بي ادرس. اوكي كده احنا عملنا الجزء البيزك بتاعنا، عايزين نبدا نبني الكونفيجريشن. اول حاجه نبدا نقول له ايه سودو واير كلاس
I don't think ان احنا هنا supported ان احنا carry to the white class. layer 2 اللي احنا قلنا عليها optional واحنا ايه مش هنستخدمها، كنا بنحدد تحتها البروتوكول. هقول له exit خلاص كده، وابدا اقول له interface fast ethernet 0 على 0 X connect remote IE بتاعي 1.1 attached circuit هي 100 نغلطش في الرقم encapsulation layer 2 tunneling protocol pseudo wire class بتاعتي كان اسمها هنا برضو معاذ exit. كده المفترض ان finish the configuration. خلاص ما مفترض كده نقول له بقى show interface بتاعتنا show layer 2 I think show layer 2 tunnel بالظبط كده. هقول له tunnel اول مفترض ان انا الستيشن بتاعتي اب او established. لو الاحظ هنا التانل ستيت established مظبوط كده مع مين؟ مع اربع وحايد اللوكال هو اربع تلاتات كده. اوكي يبقى انا كده ما عنديش مشكله في الجزء ده. خلينا نشوف الكلام ده على راوتر واحد، نشوف الكلام ده established ولا برضو. اند شو لاير 2 لاير 2 تانل تانل اول من المفترض ان هي استابلشت بالظبط كده استابلشت. مفترض ان انا عملت بينج من هنا بينج على 110.0.0.11 من المفترض ان البينج بتاعي يكمل عادي بالظبط، ما عنديش مشكله في اي حاجه. لو تو شو ار هلاقي ان الكم سوري هلاقي ان انا فعلا قادر اوصل للراجل التاني، جبت الماك ادرس بتاعه في لاير 2 سيشن قامت ما بيني وما بين التاني. ريموت سايد ثرو الباك بون بتاعت الاي اس بي، لو هي مش ام بي ال اس يبقى بنستخدم لاير 2 تانلنج بروتوكول فيرجن 3، لو هي ام بي ال اس يبقى احنا بنتجه على طول لجزء الاني ترانسبورت اوفر ام بي ال اس. ايهما افضل؟ طبعا هتكون هي باستخدام الام بي ال اس لانها اقل في الاوفر هيد. اتمنى ان كان الفيديو ده مفيد، اتمنى ان انتوا اتعلمتوا منه حاجه. عايز الناس تقرا اكتر عن الموضوع. بالنسبة للناس اللي هي interested بالكلام ده اوكي go for SP track، اقرأ اكتر عن الموضوع وخد details. هتلاقي configuration ما اختلفتش كتير لان احنا خلاص already قومنا session، الباقي انما الباقي كله في التفاصيل بتاعتها ازاي بتقوم وازاي اكستمايز الموضوع وازاي اوبتمايز التانل دي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.